يظهرون من يعني مشايخ من المشايخ القراء ويظهرون قوة عجيبة في الحفظ. إذا الأبناء مستعدون لما تلقنوهم أنتم أيها الآباء، فإذا لقنتموهم أو جئتم لهم بقنوات فضائية حتى لو كان فيها أشياء مباحة فإنها ستؤثر عليهم تأثيرا كثيرا في ذاكرتهم. انتبهوا لهذا الموضوع، هذا موضوع خطير في البيوت، نحتاج فيه إلى توازن، لا إفراط ولا تفريط. هناك كتيب صغير اسمه كيف نحبب أولادنا أو كيف نحبب القرآن الكريم إلى أولادنا، ليتكم تحرصوا عليه، كيف نحبب القرآن الكريم إلى أولادنا، الدكتور محمد الثويني. وهناك كتاب من إصدار دار الأندلس الخضراء بعنوان كيف نرغب الناشئة في القرآن الكريم، في مجموعة من الاقتراحات الجيدة، محمود السيد حوى من دار الأندلس الخضراء. طيب ننتقل أيها الإخوة للمرحلة الثالثة، والمرحلة الثالثة قلنا من السابعة إلى العاشرة. إذا انتهينا من الثالثة إلى السابعة، ذكرنا فيها إخوة الكرام مجموعة من الأمور المهمة، وهي أنه في هذه المرحلة الثانية تكون الأسرة قدوة، والأمر الثاني يذكر بالأشياء المحسوسة التي هي نعم من الله عز وجل، والأمر الثالث يعلم الولد بعض القضايا العقدية والأذكار وحفظ القرآن وغيرها. عفوا، ليس أمور عقدية، لا، هو لا يشرح له شيء، فقط يأخذها جملة من خلال الآيات والأحاديث والأذكار، لكن علموهم الأذكار في هذه المرحلة قدر الاستطاعة. نأتي المرحلة الثالثة وهي من السابعة إلى العاشرة. في هذه السن يدخل الولد سن التمييز، ويؤسس فيها مجموعة من أركان الإيمان، لكن إلى قدر معين. في هذه المرحلة أحبة الكرام سيؤسس فيها جانب من جوانب أركان الإيمان، وهما قضية الإيمان بما ببقية الأركان. تلاحظون في المرحلة الثانية قد آمن بثلاثة أركان دون أن يعلمها، وهي الإيمان بالله، أنه تعلم بأنه الرب والمنعم والخالق والمدبر. الأمر الثاني آمن بالكتب لأنه ربطها بالقرآن اللي هو كتاب الله. والقضية الثالثة آمن بالرسل لأنه تعلم الأحاديث التي نطق بها محمد صلى الله عليه وسلم، فأصبحت هذه مقررة لديه، تستطيع بعد ذلك إخباره بها فقط، وإذا بها مقررة في حياته وثابتة بإذن الله تعالى. في هذه المرحلة نحرص على تعريفه بالأسماء الحسنى التي تدل على القدرة والعزة والعظمة، لأن في المرحلة الثانية يحتاج الولد أن يتعرف على بعض الأسماء التي تدل فقط على الخلق، الرزق، الرحمة وهكذا. وهنا شيء مهم جدا يا أحبتي الكرام، وهو كيف نوصل الأسماء والصفات للأبناء. فعندك مثلا اسم مثل القدير، العزيز، الرحيم، أنت كم ربي ماذا تفعل؟ هل تذهب وتقرأ مثلا كلام ابن القيم وتأتي وتنزله لهم؟ هذا كلام جميل، إن استطعت أن تفعله فحسن، ولكن قد يكون أكبر من عقولهم. هنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى الكتب المناسبة لهذه المرحلة العمرية. أعطيكم هذا الكتاب اسمه أسماء الله الحسنى. هذا الكتاب حقيقة من الكتب المهمة جدا، مؤلفه سمير حلبي. طريقته كالتالي، يأتي لاسم مثل اسم الله تعالى، أو اسم آخر مثل الرحمن الرحيم، أو مثل القدوس، أو مثل السلام أو المؤمن. انظر أي اسم الأسماء الآن أمامك، يأتي بالاسم هنا ومعناه عند أهل السنة والجماعة، ثم يأتي هنا بقصة على الاسم، بحيث لما تأتي تريد أن تغرس هذا الاسم في نفس الابن فإنك تحكي له هذه القصة، ثم بعد ذلك تحدثه عن هذا الاسم من خلال معنى ومن خلال الآثار التي ينبغي أن يعني تنتج منه بعد معرفتي لهذا الاسم. اسم أسماء الله الحسنى المؤلف سمير حلبي من إصدار دار سفير. هناك كتاب آخر اسمه أيضا أسماء الله الحسنى، وميزة هذا الكتاب الآخر معه كتيب صغير يسمى الدليل المربي. دليل المربي، في هذا الدليل يعرفك بالآلية العملية التي من خلالها تستطيع أن تبني هذا الاسم في نفس ولدك. أسماء الله الحسنى من إصدار مجلة ولدي أسماء الله الحسنى، كل اسم قصة في قصاصة واحدة، ثم عليه بعد ذلك ما ذكرت لكم من المعلومات. أيضا في هذه المرحلة انتبهوا معي من السابعة إلى العاشرة، احرصوا كل الحرص
على تعميق محبة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الأبناء. في هذه المرحلة اعطه كتاباً عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، في هذه المرحلة اعقد لقاءات منوعة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، خذ كتاب الرحيق المختوم اقرأ منه، خذ أي كتاب من الكتب يمكن أن تستفيد أو أن تنقل من خلالها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من 7 إلى 10 من المراحل المهمة لتعميق محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعلم أحدنا القرآن. إذا كان نحن قد فاتنا هذا التعليم أو لم يحرص علينا في فترة زمنية لا نحرم أولادنا من هذا الخير. واليوم توجد عشرات الكتب التي تناسب كثير من المراحل العمرية، سواء من السير المصورة أو غيرها من الأشياء احرص عليها. هناك مثلا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من إصدار دار المكتبي وغيرها من المكتبات، فيها نفع كثير للأبناء. أيضا من هذه الأشياء مراقبة الطفل في هذه السن من 7 إلى 10 وتذكيره الدائم بالصلاة وترغيبه بأدائها. ولهذا يقول ابن مسعود: حافظوا على أبنائكم في الصلاة وعودوهم الخير فإن الخير عادة. من 7 إلى 10 خذوا معك إلى المسجد، الجمعة، الجماعات، الأعياد، ذهبت إلى عمرة خذوا معك إلى العمرة، إلى الحج. أنا لهذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم ولك أجر. قيل لمحمد بن المنكدر: أنا حج بالصبيان؟ قال: نعم، أعرضوهم على الله عز وجل. فينبغي الإنسان أن يحرص على أن يأخذ ولده إلى مواطن الخير، محاضرات مثل هذا اللقاء، خذ ولده كلها ساعة، حتى لو كان لديه اختبار وقد ذاكر في الأربعاء والخميس دعه يأخذ كتابه ويكون في الأخير، لكن عوده مجالس الإيمان، حببه في الطاعة، في الخير، في الصلاح، ستجد أن هذه الأشياء تتأصل فيه بهدوء دون أوامر ودون فرض على هذا الإبن. نأتي للمرحلة الرابعة أيها الإخوة، وهي من 10 إلى البلوغ. من 10 إلى البلوغ، ما القضايا التي نحرص عليها في هذه المرحلة؟ في هذه المرحلة أحبتي الكرام نحرص على إعطاء الولد الإيمان بالقدر. ذكرنا، لاحظتم هناك الإيمان بالله والرسل والكتب والملائكة، لم يكن هناك إلا جزء بسيط، لكن هنا سنتحدث عنها بشكل أوسع من 10 فما فوق. إذن نحرص في هذه المرحلة الإيمان بالقدر. ولهذا كان عمر عبد الله بن عباس 10، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن عباس ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك. احفظ، انتبه لهذه الوصايا والنصائح العجيبة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة، جاء الآن قضية القضاء والقدر، أن الأمة لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. والعكس أيضا، رفعت الأقلام وجفت جفت الصحف. إيمان بالقضاء والقدر، لأن هذه المرحلة العمرية تستطيع أن تستوعب هذا، تستطيع أن تستوعب هذا الأمر. أيضا إذا الإيمان بالقدر أيها الإخوة، يعلم في هذه المرحلة الأسماء الحسنى والصفات المتعلقة بقضية القدر: الضار، النافع، المعطي، المانع، إلى غير ذلك، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، المقدم، المؤخر، كل هذه تعلم في هذه المرحلة العمرية من 10 إلى البلوغ، وهي موجودة هنا في هذا الكتاب الذي ذكرت لكم قبل قليل. الأمر الثاني في هذه المرحلة، احرصوا، لأنه كثير من الإخوة يقول: شوف يا أخي، أنا لن أستطيع أراقب ولدي 24 ساعة، هذا الكلام صحيح. طيب إيش الواجب علي؟ كل الآباء بالإجماع يقولون: نعلمهم ونغرس فيهم مراقبة الله، صحيح؟ طيب كيف؟ لما نأتي للكيف كل واحد يسقط ولا يبدأ فيه. هنا تأتي قضية المراقبة، مراقبة الله عز وجل وتعميقها في نفس الولد من خلال الأشياء التالية: أولا، إشعاره بأسماء الله تعالى الدالة على المراقبة: السميع، البصير، الرقيب، الشهيد، العليم، الخبير، اللطيف. ثم في بعض الليالي في اللقاءات العائلية خذ بعض الآيات التي لها أثر إيماني قوي: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. خذ تفسيرها، دعه يشعر بحلاوتها، دعه يشعر بأن الله يراقبه. أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. خذ قصة من القصص: قال خرج راع يوما من الأيام يسقي دابته
فلما كان قريبا من النهر صفر للدابة حتى تأتي. قال فاختلف الملكان نكتبها في سجل الحسنات أم السيئات. فقال عليك الصفير أن تكتب الصفير وعلى الله التفسير، فهو الذي يعلمها ويعلم نية هذا الإنسان. استثمر مثل هذه القصص، قصة الفتاة التي قالت إذا كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا، قصص أكثر من القصص في هذا في هذه الفترة، لأن فترة ارتباط بالآخرين، ارتباط بحرص أحيانا، يعني في هذه المرحلة العمرية يبدأ الشاب يحرص على المال، يريد يأخذ أموال يسرقها من جيب والده، له أصدقاء يحثونه على الشر من التدخين وغيره. هذه المرحلة من المراحل العمرية المميزة لغرس قضية مراقبة الله عز وجل في نفوس الأبناء. أيضا توسيع نطاق إيمانه بالملائكة، حدثوا عن الملائكة، عن عظمتهم، عن كتابتهم لكل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في هذه المرحلة العمرية نبهه على مسألة مهمة جدا، وهي توسيع نطاق إيمانه باليوم الآخر. الآن حدثهن عن الجنة، عن النار، عن الحساب، عن أرض المحشر، عن الميزان، عن الصراط، حدثوا عن ما ينتظره في الجنة من النعيم، ما ينتظر الكافرين والمنافقين من العقاب في الجحيم، وهكذا. هذه المرحلة من أحسن المراحل. أعطي أشراط الساعة، في الآن نحن نتكلم من العاشرة إلى البلوغ، معناه قد وصل يعني في إحدى المراحل إلى المرحلة المتوسطة. أعطي أشراط الساعة ليوسف الوابل مثلا، دعه يقرأه، أعطه ملزمة يوم من الأيام، حدثهم عن الدجال، حدثهم عن أشراط الساعة، وهي قصص جميلة محببة للأبناء، أيضا فيها رابط إيماني وتربوي لهؤلاء الأبناء. في هذه المرحلة أحبتي الكرام احرصوا على، وإن سبق فلا بأس، على تحفيظ الولد متنا في العقيدة، متنا في العقيدة. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ألف كتابه كما تعلمون في تعليم التوحيد للصبيان، وإذا حفظ منظومة فلا بأس. هناك منظومة سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي رحمة الله عليه، منظومة جميلة ورائعة تحتوي جميع أنواع التوحيد الثلاثة، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. هناك كتيب صغير اسمه أسماء الله الحسنى، في أبيات شعرية على هذه على الأسماء الحسنى، كل اسم وأبيات جميلة جميلة عليه. أيضا هذا الكتاب وهو فن تربية الأولاد في الإسلام، فن تربية الأولاد في الإسلام لمحمد سعيد مرسي، فيه في صفحة في مسألة تصحيح العقيدة ذكر أشياء حقيقة جميلة جدا، أرجو أن تنتبهوا لها، في ابنك سليم العقيدة صفحة 273، وذكر برنامج متكامل يبنى في مسألة تصحيح العقيدة من الإيمان بالملائكة. طبعا هو ذكر سليم العقيدة ثم ذكر الله، الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، القدر، ما هي المعلومات التي تعطي بناء على كل مرحلة عمرية. هذا الكتاب أيضا في فصل مهم جدا في بناء العقيدة اسمه منهج التربية النبوية للطفل، منهج التربية النبوية للطفل لمحمد نور عبد الحفيظ سويد. هذا الكتاب أيضا يعني ننبه الإخوة على الحرص عليه. أخيرا في هذا اللقاء مجموعة من المراجع المهمة في الجانب العقدي، هناك كتاب اسمه تنمية حب الله في نفوس الأبناء، تنمية حب الله في نفوس الأبناء للدكتور أسماء الحسين، البنيان في تربية الفتيان لمصطفى دياب، البنيان في تربية الفتيان لمصطفى دياب، هذا الحقيقة من الكتب أيضا المهمة. هذه بعض المراجع، هناك كتب موسعة مثل رسالة حنان الجهني، رسالة الماجستير، لكن لا يعني نطيل بذكرها الآن، هذه أهم ما ذكرت لكم إضافة للكتب التي أريتكم إياها في أثناء اللقاء. أسأل الله عز وجل أن يصلح لي ولكم النية والذرية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يعاني الإنسان اليوم في هذه الكرة الأرضية من فراغ روحي، ويغير ثقافتها ودينها وعقيدتها ومظهرها ومخبرها، أي يجعل الصلاح فيهم مستمر في هذه الذرية بالكامل، فإن للطعام والشراب الحرام أثر، كما أن للطعام والشراب الحلال أثر، أن تكون الأسرة قدوة عملية لولدها في الجوانب الإيمانية.